السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة موضوع احمد فتوح ظهير ايسر الزمالك دخل في منحنى جديد بعد ما النيابة حبسته بعد ال4 ايام، جددت حبسه ب15 يوم جداد على ذمة التحقيقات. احنا عارفين ان كان اتعمل للاعب تحليل مخدرات في مستشفى العلمين، للأسف مخدر الحشيش طلع ايجابي، فطبعا الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتوح وعلى زميله كان معاه في العربية محمد صبحي، وبعد كده أفرجوا عن محمد صبحي اللي هو حارس مرمى الزمالك، لكن هو أي تحليل مخدرات نوع آخر سلبي، الحشيش هو اللي إيجابي. الحادثة كانت جامدة وكبيرة لدرجة إن المرحوم أمين الشرطة ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله تحول لأشلاء. اللاعب كان بيجري بالعربية بسرعة كبيرة قوي، 170 كيلومتر في الساعة، وطبعا تحليل المخدرات ده مهم ولازم يتعمل له تحليل آخر في الطب الشرعي، لأن لما بيطلع واخد مخدرات بيبقى الحكم بالحبس تبع قانون المرور الجديد، وبيشوفوا نسبة الحشيش أو المخدر بيأثر على اتزانه ووعيه ولا لأ. طبعا اللاعب دخل بقى في موال وكان الله في عونه، هو في أزمة كبيرة جدا، ده مهدد بالحبس طبعا، مؤكد هيدفع تعويض أو دية لأهل المرحوم، وإن شاء الله هيتنازلوا عن الدعوة الجنائية ويتم التصالح، لكن اللاعب معرض للسجن لقدر الله 6 شهور، سنة أكتر، أو حسب بقى جهات التحقيق، وفي محكمة عادلة. لا نستبق الأحداث ونثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ. لو حطيت نفسي مكان اللاعب طبعا هبقى في أزمة، لو حطيت نفسي في عيلة المرحوم طبعا حزن شديد وكارثة بكل المقاييس، وكان الله في عون الجميع. بالنسبة بقى لزيزو، احنا عارفين فاضل لزيزو عقده سنة مع الزمالك، فهو غالبا مستمر مع الزمالك، لكن هنبقى مهددين في يناير انه ممكن يمشي فري. نتمنى زيزو يستمر في نادي الزمالك، وده دور مجلس الادارة، امال انتم موجودين ليه؟ تحافظوا على القوام الاساسي للفريق، وزيزو بالذات ده حاجة تانية خالص. وبالنسبة لأشرف بن شرقي فالحمد لله في حاجات مبشرة انه جاي نادي الزمالك، اخر عرض اتعرض عليه 1,100,000 دولار في الموسم لمدة 3 سنين، وياخد مقدم تعاقد 30%، وهو حتى الان وافق، لكن لسه بقى التوقيع الرسمي، لان في مشكلة النادي الاهلي داخل في الموضوع عشان يبوظ الصفقة. النادي الاهلي مش محتاج لاعبين زي ما فرط في احمد عبد القادر وهيلعب في احدى دول الخليج، جاب له عقد كويس علشان، مش عشان مصلحة عبد القادر، لا، عشان يحرم الزمالك من مجهودات اللاعب احمد عبد القادر. هو ده تخطيط الاهلي دايما تجاه الزمالك، يقووا نفسهم ويضعفوا المنافس. دور مجلس الاداره يقف جنب اللاعب احمد فتوح لحد ما تنتهي ازمته على خير ان شاء الله، وليه دور في بقاء زيزو، وليه دور مهم. جمهور الزمالك عاوز اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي عاوز الزمالك، بس المهم التقدير المناسب. ممكن يفضل عرض الزمالك عن عروض اخرى لان راحته النفسية انه يلعب في نادي الزمالك ويعود الى نادي الزمالك، لانه مرتبط بعلاقات وثيقة بنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. النهاردة الساعة 5:30 ان شاء الله في الزمالك هيقابل طلائع الجيش في الدوري، والزمالك بيسعى لتحقيق الفوز الرابع بعد الفوز على الجونة وامبي وزيد، وهيبقى فاضل لنا في نهاية الدوري ماتش بلدية المحلة فقط. تشكيل الزمالك المتوقع في حراسة المرمى محمود الشناوي، خط الدفاع حسن ابو المعاطي، مصطفى الزناري، احمد مجدي، محمد السيد، خط الويست اشرف روقة، سيف جعفر، مهاب ياسر، خط الهجوم محمد عاطف، سامسون اكينيولا، سيد عبدالله نيمار، وجوميز طبعا مدي اجازة للعيبة كتيرة، والفريق ناقص نقص شديد وبينافس على المركز الثالث. مباراة الدور الاول انتهت 2-1 لصالح الزمالك، نتمنى الفوز للزمالك وتقديم عرض كويس، وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.